أنا أرى أن الدولة، وهناك الكثير من الشواهد التاريخية تشير إلى أن الدولة نشأت بفترة يعني قبل هذا الزمن، قبل القرون الوسطى، قبل القرن السادس عشر، قرون النهضة، ما يسمى بقرون النهضة الأوروبية. هؤلاء الفقهاء والمؤرخون يقولون أن الدولة هي نتاج الحضارة البشرية في أوروبا بالذات، لكني أقول لو صح هذا التعبير نستطيع أن نحاجج الدولة العربية الإسلامية في أي قرن نشأت وتطورت، تحدثنا عن ذلك في المرة السابقة، في القرن السابع وتطورت أيضا ووصلت إلى أجزاء شاسعة، وصلت إلى الصين، إلى القفقاز، إلى القوقاز، إلى مناطق وإلى مناطق في أوروبا، حتى في إسبانيا. إذن هذه المسألة مسألة حجة أنه الدولة نشأت هي نتاج هي في أوروبا، فهذه مسألة أعتقد واهية ولا تصمد أمام الوقائع التاريخية وأمام الآثار التاريخية التي يعني وصلتنا. هناك شواهد تاريخية تشير إلى أن الدولة نشأت قبل الميلاد، أساساً قبل الميلاد بفترة طويلة، ونشأت بالذات في الإغريق في بلاد اليونان الحالية، يعني في عند الإغريق والرومان، وهي نشأت على شكل ما يسمى بالمدن الحكومات. المدن الحكومات عندما كانت كل مدينة يعني تشكل دولة معينة وتسمى الدول الحكومات، لكن الحروب الدائمة بين هذه الدول الحكومات بين هذه المدن وحب التوسعة لإقامة دولة مركزية كبيرة خصوصا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والخروج من هناك إلى للمتاجرة مع القارات الأخرى، مع الدول الأخرى، فنشأت الدول الكبيرة في كل من اليونان القديمة وفي روما القديمة، وهناك لحد الآن آثار وشواهد تاريخية تشير إلى وجود تلك الحضارة. تلك الدول هي عبارة عن مجالس الشيوخ، لا زالت في اليونان وفي أثينا بالذات وفي روما القديمة، وحتى في الدولة البيزنطية التي آثارها موجودة بالشام وموجودة في فلسطين والأردن، هناك المسارح وهناك القاعات حتى اجتماعات ما يسمى بمجالس الشيوخ في الدولة البيزنطية والدولة الرومانية التي كانت في حروب دائمة مع الدولة الفارسية وغيرها من الدول. إذن ظاهرة الدولة هي ظاهرة قديمة، ظاهرة أساساً نشأت قبل الميلاد، وليس كما يدعي بعض المنظرين، بعض المؤرخين، من أن الدولة المركزية، الدولة العصرية هي نتاج للحضارة الأوروبية، وخصوصاً في قرون النهضة في القرون 1916 و1917. إذن اتفقنا على أن الدولة هي ظاهرة قديمة، ظاهرة متجدرة، ظاهرة نشأت وتطورت بالتدريج إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. الآن لنعرف الدولة، ومن هذا التعريف ننطلق إلى استنباط أو استخراج أركان الدولة من هذا التعريف. يعني هو تعريف بسيط جدا، ربما الفضل يعود إلى الفلاسفة أو فلاسفة القانون الفرنسيين في أنهم عرفوا الدولة على أنه مجموعة من الأفراد تقطن أو تقيم على بقعة جغرافية معينة يسمى الإقليم، وتقيم لها سلطة، وتحت سلطة معينة تقوم بتنظيم أمور هؤلاء الأفراد. هذا تعريف بسيط جدا، بعض الفقهاء وخصوصا العرب أضافوا لها، وخصوصا بالذات الفقهاء العراقيون أضافوا أنه على وجه الاستقرار، يعني هؤلاء الأفراد قطنوا أو سكنوا على بقعة جغرافية تسمى الإقليم على وجه الاستقرار، يعني والديمومة، يعني بشكل دائم ربطوا قضية الدولة وقضية السكان اللي يعيشون على الدولة بقضية الاستقرار والدوام، يعني عنصران مهمان وهما الاستقرار والدوام. إذن مجموعة من الأفراد تعيش أو تقطن على وجه الاستقرار والدوام على بقعة جغرافية معينة تسمى الإقليم، ولهؤلاء الأفراد سلطة، ينبغي أن تكون سلطة من أجل أن تكون دولة. إذن نستنبط من هذا التعريف جملة أركان، ثلاثة أركان رئيسية.
الركن الأول ماذا تعتقدون؟ ما هو الركن الأول؟ الشعب. الركن الثاني الإقليم، هو البقعة الجغرافية التي يعيش عليها، يسكن عليها هذا الشعب، يقيم عليها هذا الشعب. والثالث في السلطة السياسية، هو المنظم أو الهيئة التي تنظم أو تدير شؤون هذا الشعب. وددت الإشارة هنا وأرجو أن تركزوا على هذا الموضوع، هو أماكن هذه الأركان تبدلت. في السابق كان الإقليم بدل الشعب، الأولوية كانت لمن؟ للإقليم. لكن الآن أصبح الشعب. بما أي سبب دفع لأن يكون الشعب هو الأول وليس الإقليم؟ التطور، تطور الإنسانية وتأسيس منظمات إنسانية جامعة شاملة مثل الهيئة المتحدة، ومن ثم سن واعتماد لوائح مثل لائحة حقوق الإنسان، جعلت الإنسان هو القيمة العليا. الإنسان هو القيمة العليا، يعني كان سابقاً الأرض هي القيمة، ولذلك كانت تقاد حروب بهاي الشعوب بالجنود، كانت تقاد حروب من أجل استيلاء على الأقاليم، من أجل توسيع رقعة الأرض. يعني كان الناس هم رماد للحروب في السابق، في العصور السابقة. لكنه تطور البشرية، ومن ثم تأسيس مثل ما أسلفت المنظمات الدولية واتخاذ لوائح مثل لائحة حقوق الإنسان، جعلت الإنسان يحتل المرتبة الأولى بدل الأرض، لأن الإنسان أولا ومن ثم الأرض. وهذه موجودة في قيمنا، يعني الذي يراجع القرآن الكريم والسنة النبوية والآخرين يجد الكثير من الشواهد على تقديم الإنسان على الظواهر والمخلوقات الأخرى. إذن هناك تبادل الأماكن. سابقا كان الإقليم هو الأول، فيما بعد صار تبدل أنه أصبح الشعب هو الأول والإقليم يحتل المرتبة الثانية، ومن ثم فالسلطة باعتبارها ظاهرة، باعتبار السلطة ظاهرة متأخرة تاريخيا، يعني لم تكن منذ البداية، نشأت فيما بعد السلطة بمفهومها العصري، وبالتالي احتلت المركز الثالث بين هذه الأركان الثلاثة. وددت الإشارة أيضا إلى أن الشعب بمفهومه المعاصر، بمفهوم الحالي، هناك مفهومان، هو الشعب بالضبط، لنقدم أول مرة الاجتماعي، يعني فيما بعد السياسي، الاجتماعي، الشعب الاجتماعي والشعب السياسي. الشعب بما يختلف الشعب الاجتماعي؟ ما هو الفرق بين هذين المفهومين، يعني الشعب الاجتماعي والشعب السياسي؟ الشعب الاجتماعي من هو؟ تفضل. هو يشمل جميع الأفراد بغض النظر عن العمر وعن الانتماء، أي انتماء كان، انتماء الديني، الطبقي، إلى آخره، الجنسي، كل هاي بغض النظر عن الانتماء يشمل الشعب. أما الشعب السياسي بالضبط، فهو فقط أولئك الذين، تلك الفئة من الشعب التي تمارس الحقوق السياسية، تلك الفئة من الشعب، الشعب السياسي، وتلك الفئة من الشعب التي تمارس الحقوق السياسية، بمعنى أن تشترك في إدارة الدولة، أن تمتلك حق الاقتراع، أن تنتخب وتنتخب، هذا هو الشعب السياسي. لنعود إلى هذين المفهومين، من يمتلك الأهلية ومن أي فترة تمتلك الأهلية لكلتا هاتين الفئتين؟ الفئة الأولى الشعب الاجتماعي، متى تبرز الأهلية عند الشعب الاجتماعي؟ متى؟ عند الفرد، الفرد يمتلك الأهلية، له حقوق وعليه واجبات. متى؟ الأهلية القانونية. هناك الأكثرية الساحقة، وحتى من بين الكتاب والفقهاء والمؤرخين إلى آخره الفلاسفة، يقولون أنه منذ البداية قانونيا، منذ البداية، منذ أن استلم شهادة الميلاد، إذن يترتب على الدولة، تترتب على الدولة حقوق لهذا الشخص، ومن ثم عندما ينشأ ويكبر تترتب عليه أيضا واجبات تجاه الدولة. هذه نظرية قديمة باعتقادي، أنا وددت، ما موجودة في الكتب، يعني في الكثير من الكتب، أنا أود أن أضيف لكم أنه في نهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين نشأت في أوروبا موجة، أنا أتفق مع هذه الموجة، فئة من المنظرين، منظري القانون، يدعون، وصحيح يدعون، أنا أتفق معهم، أكرر،
بأن الأهلية تبرز لدى الشخص الاجتماعية قبل الولادة. قبل الولادة لماذا؟ لأن التطور التقني، التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية حاليا يعني جعل بالمستطاع الآن تحديد مو فقط جنس الجنين في البطن في بطن أمه، وإنما حتى إمكانية معالجة الجنين. إذن ليس الأم فقط هي في علاقة قانونية مع الدولة، مع الدولة الراعية، وإنما حتى الجنين أصبح في علاقة. الآن في الدول المتقدمة يستطيعون إجراء عمليات للجنين وهو في بطن أمه، عندما يكون عنده خلل خلقي أو شيء تستطيع الآلة، تستطيع من خلال الليزر، من خلال الإمكانيات التقنية المتطورة الآن، التدخل الجراحي لغرض إصلاح خلل أو معالجة الجنين. إذن الجنين لديه حقوق على الدولة، يعامل كأنما شخص المستقبل، شخص المستقبل. يعني إذن هناك أصبحت علاقة قانونية بين الجنين وبين الدولة، ليس فقط مع أمه إنما معه مباشرة. هذا شيء. الشيء الآخر من ناحية التحديد، إذا ما ارتكبت جريمة بحق حامل، امرأة حامل، هل هذه تشدد العقوبة أم لا؟ بالتأكيد تشدد العقوبة، يؤخذ بعين الاعتبار أنه هي يعني هناك إنسان، يعني هناك إنسان على شكل جنين ربما سيرنون، وبالتالي فهناك أيضا علاقة قانونية، هناك باعث قانوني، هناك مظهر قانوني في هذه المسألة الأهلية. والكثيرون أيضا يقولون أو يدعون أو يتصورون أنه العلاقة هذه متى تنتهي الأهلية، أهلية الشخص المشاع، يعني ما أشيع وما موجود في الكتب، ما موجود في التصورات عند وفاة الشخص. لكنه أيضا هناك نظرية أخرى، وهناك وجهة نظر أخرى جديدة هي نسبيا يعني وتناقش الآن في الشرق وفي الغرب وفي المعاهد الكبيرة، تقول أن هذه العلاقة تستمر ما بعد الوفاة، هذه الأهلية، لأنه راح تتولد بعد الوفاة علاقات قانونية أخرى، علاقة الورثة. أنتم تعرفون كلنا احنا عايشين أنه أحيانا يطلب منا لإثبات الورثة أن نعود إلى وثائق المتوفين. إذن تستمر ولو على شكل وثائق، لكنه تستمر هذه العلاقة إلى ما بعد الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، أنا أعتقد وموجودة في قواعدنا، في قوانيننا، في قواعدنا الدينية، في قواعدنا الشرعية، قواعدنا الأخلاقية، أنه حرمة المساس بالقبور، قبور الناس. في القبور من يرقد؟ الأموات وليس الأحياء. إذن هناك أيضا للدولة أو على الدولة وعلى المجتمع واجب هو حماية هذه القبور، حماية ذكرى هؤلاء الناس الموتى، يعني الذين رحوا له. وبالتالي فالإنسان يستمر نوعا ما بعلاقة معينة، علاقة قانونية حتى بعد الوفاة. هذا جدل لطيف، جدل إنساني، جدل بين الفقهاء، ربما سيفضي فيما بعد إلى نظرية متكاملة، نظرية كبيرة أتوقع حول هذه المسألة، حول مسألة تغيير وجهة النظر بشأن العلاقة أو الأهلية القانونية بين الأشخاص. استناداً إلى التعريف اللي قلنا أنه الشعب هو الأول وله أهلية سياسية وأهلية اجتماعية، ومن ثم الإقليم. الإقليم ركن لا يمكن أن تقوم بدونه دولة، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة في الفضاء. ربما بالمستقبل عندما تستطيع البشرية الوصول إلى المريخ وإلى المجرات الأخرى، إذا ما اكتشف هناك حياة وأمكان، ربما هذه ليس الآن، أما الآن فلا يمكن إقامة دولة في الفضاء. إذن الدولة موجودة على بقعة جغرافية محددة. هذه البقعة الجغرافية ممكن أن نقسمها إلى أقسام. مما تتكون هذه البقعة الجغرافية؟ الإقليم الأرضي الذي هو يتألف من اليابسة ومن المياه، مياه الأنهار، البحيرات إلى آخره، إضافة إلى الفضاء الذي يعلو هذه بقعة الأرض، إذن يابسة أرض بالإضافة إلى المياه والبحيرات الداخلية، إضافة إلى الفضاء. أيضا للدولة من ناحية المياه ما يسمى بالمياه الإقليمية، لها الحق بالمياه الإقليمية التي هي
عادة توازي أو تحادد البحار أو ساحل البحار. كيف ممكن نقسم هذه المناطق البحرية اللي تمتلكها الدولة؟ لا مو الداخلية وإنما الخارجية التي تكون عادة ما تكون سواحل البحار يعني. من يعرف؟ تفضل. قسم إلى ثلاثة أقسام. البحر الإقليمي. البحر الإقليمي الذي يمتد. الذي يمتد إلى 3 ميال وطالبت بعض الدول الإضافة إلى 6 ميال ثم أضيف إلى 12 ميلا. سابقا كانت ثلاثة في البداية كانت 3 أميال. الدولة تمتلك 3 أميال. وجدوا أن ذلك لا يكفي. مدد إلى 6 أميال ومن ثم تم الاتفاق على 12 ميل الآن 12 ميل وراء هذه المنطقة منطقة ال 12 ميل المنطقة التكميلية بالضبط هذه بالضبط أيضا 12 ميل تستطيع الدولة أن تقيم عليها ماذا تقيم؟ تحدثنا عن ذلك نحن نقاط للجمرك للجمارك إلى آخره لجباية الضرائب من السفن اللي تدخل إلى آخر المياه الإقليمية هذه المنطقة أيضا عائدة للدولة ومن ثم المنطقة الاقتصادية التي تمتد لمسافة 200 ميل 200 ميل تستطيع الدولة من خلال أن تمارس فيها النشاطات الاقتصادية التنقيب عن النفط التنقيب عن الغاز صيد الأسماك إلى آخره ولطالما حدثت يعني بعض الإشكالات بين الدول لغرض يعني الاستيلاء على هذه أحيانا توجد مناطق محصورة فيتم تجاوزها من قبل الدول الأخرى وتحدث مشاكل الآن أعتقد من المشاكل الملتهبة بين إسرائيل وبين لبنان بين فترة وأخرى تبرز مثل هكذا مشكلة للتنقيب عن الغاز لأنه اكتشف أنه هذا هاي المنطقة الساحلية في ساحل البحر الأبيض المتوسط من جانب إسرائيل ومن جانب لبنان هي غنية بالغاز وبالتالي هناك مشاكل تصير بين الدول من ناحية هاشا هذا فيما يخص الأركان الدولة الثلاثة هي الشعب الشعب والإقليم ومن ثم العنصر الثالث وهو السلطة السياسية ثالث عنصر لا يمكن أن تستقيم بدونه الدولة من يتحدثنا عن السلطة السياسية ما هي السلطة السياسية ما هي كيف نستطيع أن نعرف السلطة السياسية السلطة المنظمة التي تقوم بإدارة شؤون الشعب نحن تحدثنا أن للشعب سلطة الشعب سلطة على الإقليم تقوم بإدارة شؤونه هي المنظمة أو الهيئة الاجتماعية التي تقوم بإدارة شؤون الشعب تتميز هذه السلطة بعدة ميزات من ضمنها العمومية أن تكون عامة وشاملة والعلو والسمو بحيث قراراتها تشمل كامل أراضي الإقليم قراراتها التي تصدر عن الأجهزة المخولة تشمل كافة مناحي الحياة تشمل كافة الفئات إلى آخره ولا والاستقلال أيضا استقلال الدولة بالإضافة إلى السيادة أن الدولة تمتلك السيادة على كامل أراضيها وهي من ناحية الدول الأخرى تمتلك هذه السيادة وتكون مستقلة وذات سيادة دائما ما يتكرر أنه الدولة مستقلة وذات سيادة إذن لها سيادة على كامل السلطة تمتد على كامل أراضيها والدولة أزاء الدول الأخرى هي مستقلة وتمنع ويحرم التدخل في شؤونها الداخلية وهناك مسائل جانبية أخرى من ضمنها يعني يتدخل فيها قواعد القانون الدولي أن تكون مسجلة في هيئة الأمم المتحدة أن تكون عضوة في هيئة الأمم المتحدة إضافة إلى نشاطها في المنظمات الدولية والإقليمية نحن أخذ هذه العناصر والأركان الثلاثة للسلطة السياسية وددت إثارة الانتباه إلى مسألة مهمة جدا إذا ما ضعفت الدولة ماذا يبرز؟ بدائل الدولة إذا ما ضعفت الدولة إذا ما انهارت الدولة تظهر بدائل الدولة ما هي بدائل الدولة؟ ما هي هذه البدائل؟ يعني معروفة عندنا من تضعف الدولة؟ تفضل طبعا تزداد العشائرية تزداد القبلية تزداد إلى آخره بحيث يحل القانون العشائري مثل قانون الدولة ما يمكن أن نلمسه في الحالة العراقية الراهنة عندما تضعف الدولة أو تنهار أو تكون ضعيفة السلطة فيها يزداد
تزداد يزداد نفوذ التشكيلات الأخرى، التشكيلات غير اللا دولة، تشكيلات اللا دولة اللا سلطة، من ضمنها سلطة العشيرة. وإحنا عندنا يمكن معروف بالعرف العشائري الآن سائد هو بشكل كبير، يعني ليش؟ نتيجة ربما ضعف الدولة، لكنها حالة طارئة، هاي حالة مؤقتة أوجدتها مرحلة انتقالية ما بعد الاحتلال، ومن ثم حالة الاحتراب اللي المجتمعي أو التآمر الخارجي إلى آخره. هذه مسائل سياسية ربما تكون بعيدة عن اختصاصنا، خصوصاً نحن القانون الدستوري، لكنه بجميع الأحوال ينبغي القول أنه تجارب الشعوب أيضاً، ليست التجربة العراقية، تجارب الشعوب تشير إلى أنه من تنهار الدولة تظهر بدائل أخرى غير الدولة. يعني هناك دولة عظمى، دولة كبيرة جداً نووية، انهارت في عام 1991 وهي الاتحاد السوفيتي، أخذت وسائل الأنباء الأخبار والآخري والإعلام ينقل لنا حوادث مريعة أيضا، ازدهرت فيها المافيا وازدهرت العصابات لفترة معينة من الزمن إلى أن استطاعت الدولة أن تستعيد نفوذها وتستعيد سلطاتها والآخره. هاي أودت أن أسترع انتباهكم إليه لأنه له علاقة وثيقة بقضايا الدولة والقانون وإلى آخره. الآن نأتي إلى نظريات نشوء الدولة. هناك نظريات مختلفة لنشوء الدولة، نظريات مختلفة لنشوء الدولة. النظرية الأولى ما يسمى بالنظرية الدينية أو النظرية الثيوقراطية، ثيوقراطية مصطلح لاتيني، الثيوقراطية، ثيوقراطية النظرية الدينية أو الثيوقراطية. تقول هذه النظرية أن الدولة ظاهرة قدسية، تستطيعون التأكيد على هذا المسألة، الدين هو الدولة عفوا هي ظاهرة قدسية مفروضة من الله سبحانه وتعالى. الدولة هي ظاهرة قدسية مفروضة من الله سبحانه وتعالى، إذن هي مفروضة فرض. تستطيعون الكتابة، تستطيعون لأن موجودة عندكم في الكتب، في جميع الكتب في المقررات، وبالتالي ما زالت هي مفروضة إذن ينبغي إطاعة الحاكم. هذه إحدى النظريات، ما زالت هي مفروضة. بعض الفقهاء يستغل هذه المسألة ويستغل هذه النظرية ليدعي بأنه ما زالت هي مفروضة من الله سبحانه وتعالى إذن ينبغي قبولها بما هي، وينبغي طاعة الحاكم مهما كان نوع هذا الحاكم. هناك بعض النظريات، وهذا ما يبرر وجود الملكية المطلقة، وهذا ما يبرر، يعني يبررون وجود الملكية المطلقة كشكل للحكم. هاي وحدة من النظريات التي ربما فيما بعد سنتطرق بشكل واسع لها، لأن هناك مصادر مختلفة حول هاي المسألة، لكنه الآن سننتقل إلى مسألة النظرية، النظريات العقدية، النظريات العقدية. هذه النظريات تقول أن هناك اتفاق بين الأفراد للانتقال من خلال هذا الاتفاق طبعا من حالة الحياة القديمة إلى الحياة المنظمة، إلى الحياة المنظمة، إلى الحياة السياسية، بالضبط إلى المجتمع السياسي المنظم. النظريات العقدية تقول أنه اتفاق بين الأفراد انتقلوا من الحالة، حالة ما قبل الدولة إلى حالة الدولة، أو حالة ما قبل السلطة إلى حالة السلطة، إلى حالة ما قبل التنظيم إلى حالة التنظيم السياسي. يعني مناصرو أو منظرو هذه النظريات يقولون أن المجتمع انتقل من حالة إلى حالة، من حالة كانت تسيد فيها القواعد البديهية، القواعد الفطرية، إلى حالة الحياة العصرية نتيجة إلى اتفاق، وسوف نأتي على ذلك بالتفصيل في من خلال دراسة يعني موروث هؤلاء المنظرين الذين نظروا لهذه النظريات العقدية. من تعرفون من بين هؤلاء المنظرين؟ الأول هو هوبز أو جوبز، هو يسموه هوبز،
منظر انجليزي، منظر انجليزي في القرن السادس عشر، عفوا في القرن السابع عشر اساسا وبدايه القرن الثامن عشر، لانه هو يبدو عشر قرنين مخضرم. لدى هوبز مؤلف يتحدث فيه عن نظريته اسمه اللوثان التي تترجم الى التنين هو عباره عن مخلوق هائل، يعني اللوثان او التنين. كان يقول هوبز او وفق نظريه هوبز، فان الافراد عاشوا حياه فطريه، بالضبط الافراد عاشوا حياه فطريه تسودها الفوضى قبل العقد، قبل ابرام العقد. هوبز يقول الافراد كانوا يعيشون حياه فطريه تسودها الفوضى، بحيث القوي يستولي على الضعيف. يعني عندنا مثل يقول القوي ياخذ الضعيف، بالضبط هو القوي يستولي على الضعيف، وهم عاشوا حياه فطريه غير منظمه. وبالتالي لمعالجه هذا الامر والانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار المجتمعي، قرروا أن يعقدوا فيما بينهم عقدا، قرروا أن يبرموا فيما بينهم عقدا، أن يفوضوا شخصا واحدا لحكمهم. وفق هذا العقد يقوموا بتفويض شخص لحكمهم، بحيث يتنازلوا عن كامل حريتهم لصالح هذا الشخص. هاي مسألة مهمة جدا، لأنه راح نبني عليها أو ننطلق منها إلى النظريات الأخرى. هوبز يقول أنه هؤلاء الأشخاص أو الأفراد تنازلوا عن حريتهم الشخصية لصالح شخص واحد، بحيث أعطوه القيادة، أعطوه مقود القيادة لإدارة شؤون المجتمع. لكنه وفق هذا العقد، هل هو كان من ضمن الجماعة أو انفصل عن هذا العقد؟ بالضبط، هو لا يعتبر جزءا من هذا العقد، لا يعتبر طرفا في هذا العقد، إنما يمنح كامل الحرية لقيادة المجتمع، لقيادة الأفراد. عفواً. لا يمكن عزله من قبل الشعب. وهذا الشخص لا يمكن عزله من قبل، لا يمكن عزله من قبل الشعب. لا يمكن عزله من قبل الشعب. هاي مسألة مهمة جداً. أنه نصب هو لا يعتبر جزء، لاحظ الخصوصية، لا يعتبر طرفاً في هذا العقد، لكنه منح كامل الحقوق، كامل الحريات. منح سلطة مطلقة على الأفراد الآخرين، والأفراد هؤلاء لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء بحقه، لأنه مو جزء من العقد. إذن هو يتصرف بالسلطة الكاملة، بالسلطة المطلقة تجاه الأفراد، يعني يعمل ما يحلو له. هذه النظرية تبرر ماذا؟ أي شكل من الحكم؟ بالضبط، الاستبدادي والملكية المطلقة. هذا بالذات، هذه النظرية، نظرية هوبز، تبرر الملكية المطلقة، تبرر إعطاء صلاحيات غير محدودة إلى هذا الشخص. إضافة إلى ذلك، هو غير مسؤول كما هو معروف الملك، وفيما بعد نحن سنأتي إلى أشكال الحكم. الملك المطلق غير خاضع للمساءلة، غير خاضع للمساءلة، هو غير مسؤول عما يعني يحدث في المجتمع. يعني هاي من النظريات التي تبرر، من النظريات التي تبرر الملكية المطلقة، وتبرر حالة الاستبداد التي ممكن أن يعيشها المجتمع. هناك نظرية أخرى، هي نظرية جون لوك، أيضا هذا بريطاني إنجليزي عاش في القرن 17 و18، جون لوك، لكنه يبدو أن هذا الشخص عاش في عائلة متحررة، عائلة تنزع إلى الحرية، وعاش في فترة الثورة الصناعية في التي عمت ليس فقط إنجلترا وإنما أيضا أوروبا، وبالتالي فهو نتاج مرحلته. يعني تأثر هذا الفيلسوف، وهو طبيب بالمناسبة، طبيب، لكنه مال الفلسفة، درس الفلسفة إلى آخره، واستنتج نظرية. هذا الشخص يرى أنه الفطرة التي كان يعيشها المجتمع أو علاقات الفطرة هي يعني ليست كما تصور هوبز
أنه فوضى، هي ليست فوضى بالضبط، أنه تتفق مع القانون الطبيعي. هذه الحياة الفطرية كانت تتفق تماما وهي تسير وفق القانون الطبيعي. الأفراد يقول كانوا متساوين، الأفراد متساوين وكانوا أحرارا. الأفراد كانوا متساوين وفق هذا لوك، جان لوك، الأفراد كانوا متساوين في تلك المرحلة ما قبل العقد وكانوا أحرارا. لكنه إذن ما الداعي، ما الداعي للعقد؟ الحصول على حادث أكثر استقرارا. بالضبط، أول شيء للحفاظ على هذا الاستقرار، للحفاظ على هذه الحرية، ومن ثم تطوير هذه الحرية، ومن ثم تطوير هذه الحرية. إذن لدى لوك بالمقارنة مع هوبز نظرة تحررية، نظرة يعني تنزع إلى تخليص الأفراد من العبودية وإلى آخره، وبالتالي فهو بنى نظريته العقدية على هذا الأساس. هو يقول لوك أنه الناس توصلوا إلى عقد اتفاق حتى لا يتجاوز أحد على هذه الحرية، حتى لا يتجاوز أحد على ما هم عليه من حرية ومن حياة طمأنينة ومن حياة هادئة. إذن مو لمعالجة الفوضى وإنما للحفاظ على الحرية التي تمتع بها الأفراد. يختلف عن هوبز، وهذه مسألة أرجو التركيز عليها جدا، أنه هم من قاموا بعقد وولوا حاكم، إذا ما أساء الحاكم الحكم فيستطيعون بالضبط، يحق لهم التمرد عليه، يحق لهم إخراج هذا الحاكم من الحكم. بالضبط، هم لم يتنازلوا، طبعا الأفراد لم يتنازلوا عن كامل حقوقهم كما قال هوبز، لم يتنازل الأفراد وفق العقد عن كامل حقوقهم، واحتفظوا بالحقوق، ومن بين حقوقهم هو أن يزيحوا الحاكم إذا ما أساء استخدام السلطة أو استخدام. إذن ما جاء به لوك، وهي مهمة بالنسبة لنا كقانونيين، هو آمن أو نادى بالسلطة المقيدة للحاكم، نادى بالسلطة المقيدة للحاكم، إضافة إلى مسألة جدا مهمة وهي إيمانه بالحرية الشخصية. هو كان من دعاة أو من الذين ينادون بالحرية الشخصية، حرية الأفراد الشخصية. واحد من الذين يؤمنون بالنظرية العقدية ونظرية العقد الاجتماعي، ولديه كتاب اسمه العقد الاجتماعي، تستطيع الآن تقول من هو؟ بالضبط، الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي عاش في القرن 18. كتاب هذا الكتاب العقد الاجتماعي ونظرية بشكل عام نظرية جان جاك روسو أصبحت كتاب مثل الكتاب المقدس بالنسبة إلى الثورة الفرنسية، أصبحت مثل الكتاب المقدس إلى بالنسبة للثوار الفرنسيين للثورة الفرنسية المعروفة، بحيث كان هذا الكتاب منهج، وبالنسبة لهم كانوا يهتدون بهذا الكتاب لأنه متطور جدا. من يقدر يلخص لنا نظرية جان جاك روسو؟ بماذا دعا جان جاك روسو؟ هل رفض الملكية جان جاك روسو؟ أم ماذا فعل؟ شنو هو تفضل. تقوية سلطة الشعب في مواجهة الحاكم. بالضبط، هو دعا إلى تقوية سلطة الشعب، اهتدي، ومن ثم طورت أفكار جان جاك روسو لغرض أن ينتقل منها إلى الفصل بين السلطات، مع أنه لم يتوصل في نظريته إلى نظرية الفصل بين السلطات، لكنه دعا إلى الرجوع إلى الشعب، الرجوع إلى الشعب في يعني أن تعطى للسلطة تابعا شعبيا، أن الشعب هو اللي يكون الأول والأخير في مسألة السلطة، لكنه بنفس الوقت لا يلغي الملكية، هو لا يلغي الملكية، يبقي على الملكية، لكنه يعطي يمنح الشعب حرية أكبر في اختيار السلطات وإقامة نظام الحكم. هذه من النظريات المهمة جدا التي تسمى النظرية العقدية. إذن ما هي الفروق بين هؤلاء الثلاثة؟ الآن نستطيع أن نستنتج الفروق بين هؤلاء الثلاثة، بين هوبز
وبين جان لوك وبين روسو. خلينا ناخذ الاول من حيث دافع ابرام العقد. هوبز يقول انه هو للانتقال من حاله الفطره والفوضى الى حاله الاستقرار. هذا شيء. الشيء خالف بي منه لوك قال انه ليست حاله الفطره، ليس حاله فوضى، انما حاله حريه، حاله استقرار، والناس ارادوا ان يحافظوا على هذه الحريه. شيء اخر عند هوبز انه لا يمكن الثوره على الحاكم، لا يمكن استبدال الحاكم، في حين عند لوك انه ما زلنا قد اختارينا هذا الحاكم، يعني اعطينا اتمنى ينبغي ممكن ازاحته اذا ما اساء الى ذلك. في حين الاول هوبز الى جانب الملكيه المطلقه، في حين لوك الى جانب الملكيه المقيده، روسو ابقى على الملكيه لكنه اعطى الشعب حريه الاختيار، حريه الاختيار وحريه المساهمه في رسم الحكم. هاي من ناحيه النظريات العقديه التي اتت مباشره بعد النظريه اللاهوتيه او نظريه الثيوقراطيه، النظريه الالهيه في انشاء الدوله. هناك نظريات اخرى، نظريات مهمه جدا، تسمى النظريات الاجتماعيه. هناك النظريات الاجتماعيه سبق وان في المحاضره السابقه مررنا عليها ولو بشكل طفيف. من ضمن هذه النظريات نظريه القوه. اين تكمن نظريه القوه؟ من يستطيع ان يقول بكلمتين؟ احنا قلنا انه في روما القديمه وفي اليونان هناك كانت مدن حكومات ضعيفه ومدن قويه، فلغرض توسيع الاراضي وجني الثوره والاستيلاء على الثوره اخذت المدن القويه، القبائل القويه تستولي تسيطر على المدن الضعيفه لتكون بعدين مراكز كبيره جدا مع ثروه. من هنا نشات الدوله، هكذا هم يقالون اصحاب او مناصرو هذه النظريه، هكذا يقولون ان هناك مدن ضعيفه، دول ضعيفه، اذا ما توسعنا بمفهوم المدينه الى مفهوم الدوله، فهناك مدن ضعيفه تجاورها قويه الدول، فالدول المدن الحكومات القويه تقوم بالاستيلاء على اراضي الدول الضعيفه وتتوسع رقعه الدوله، ومن ثم يتم ايجاد السلطه وفق اي شيء كان، وفق اي معيار كان، وتتكون الدولة. هاي نظرية القوة. مثل ما أقول عندنا مثل الشعب يقول القوي يأخذ الضعيف، وهكذا تنشأ الدولة. نظرية أخرى مهمة جدا، نحن على عجال لأنه هاي النظريات هي ضرورية أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة حول الدستور، حول السلطة، وحول شكل الحكم، حول شكل الدولة إلى آخره. هاي مقدمات لابد منها لغرض الانتقال إلى المادة الثانية، إلى مادة ثانية المهمة اللي تخص القانون الدستوري. نظرية التطور الأسري، نظرية التطور الأسري. أصحاب هذه النظرية يعتقدون بأن الدولة، أصل الدولة هي الأسرة، لأن الأسرة هي نواة الدولة. توسعت هذه الأسرة لتقيم علاقات مع أسر أخرى. بالضبط، تتكون من هذه الأسر العشيرة مجموعة من العشائر تكون القبيلة، قبيلة كبيرة، وهكذا يبرز عندهم مركز، تصبح مركز اقتصادي كبير، ومن هنا تتكون الدولة. هناك أيضا نظرية تعتبر فرع من هذه النظرية، يشبهون الأب في الأسرة، يشبهون الأب في الأسرة مثل رئيس الدولة. يعني الدولة هي عبارة عن أسرة كبيرة تماما مثل الأسرة الصغيرة، لكنه بالنسبة إلى هذه النظرية، يعني هي اللي هي فرع من نظرية التطور الأسري، يعني بعض أنصار هذه النظرية يشبهون رئيس الدولة برئيس العائلة. العائلة هم الشعب، أما الأب فهو رئيس الدولة، لكنه يبدو لي هذه المقارنة هي غير يعني صحيحة، لأن هناك علاقات أخرى في الأسرة، علاقات روحية،
علاقات مو مصلحة. الدولة فيها مثل ما تعرفون علاقات مصلحة وعلاقات سلطة وإلى آخره. لا يمكن يعني تشبيه العلاقات الأسرية اللي بها أكثر شيء روحية مع علاقات أخرى، علاقات مصلحة وعلاقات دولة وإلى آخره. العائلة لا ترقى لأن تكون دولة وتكون سلطة، لكنه ربما في الفترات السابقة كانوا يفكرون بهذا الشكل. هناك من النظريات التي معاصرة نوعا ما، معاصرة مع أنها ظهرت في القرن أيضا 18 والـ19 تطورت، هي النظرية الماركسية. النظرية الماركسية التي تتلخص تقول الدولة هي نتاج للصراع، لصراع الطبقات. الدولة هي صراع بين الطبقات، حتى أنهم يعرفون في الماركسية يعرفون الدولة على أنه أداة، هي أداة بيد الطبقة السائدة لقمع الطبقات المستغلة. هم يقولوا الدولة هي أداة بيد الطبقة السائدة اقتصاديا، يفسرها اقتصاديا سائدة، لسحق الطبقات الأخرى المستغلة. الطبقات السائدة هي تلك الطبقات التي تمتلك مثل ما يقول أصحاب هذه النظرية رؤوس الأموال، يعني رؤوس الأموال، مصانع إلى آخره. الاقتصاد هو على أساس يعتمدون على الاقتصاد والتقسيم الطبقي للمجتمع. الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج هي التي تملك الدولة والسلطة. هم يقولوا الدولة التي تمتلك وسائل الإنتاج السائدة في المجتمع هي التي تمتلك السلطة والدولة. شيء آخر مهم جدا في هذه النظرية، النظرية الماركسية، أنه الدولة ظاهرة غير، ليست أزلية، مؤقتة. عندما يصل المجتمع إلى مرحلة معينة من التقدم، هم يدعون عندما يصل المجتمع إلى مرحلة من التقدم سوف لن يكون بحاجة إلى الدولة، سوف يصل الإنسان إلى مرحلة يستطيع أن يسير نفسه بدون دولة يعني. لكنه يبدو لي هاي نوع من الخيال ونوع صعب التحقيق، لأن الدولة على الدوام أو المنظمة الاجتماعية هذه على الدوام ضرورية لتنظيم أمور، لتنظيم أمور الناس. من النظريات المهمة في نشوء الدولة هي نظرية التطور التاريخي، نظرية التطور التاريخي. أصحاب هذه النظرية أو منظرو هذه النظرية يدعون بأن الدولة هي نتاج للتطور التاريخي، بالتدريج تطورت، بالتدريج تطورت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. يعني مثل بالضبط حتى يشبهونها بالبذرة التي تنمو، تنمو وتكبر إلى أن تصبح سنبلة كاملة، تصبح شجرة كاملة. يمثلون أيضا الدولة بهذا الشكل، تطورت تاريخيا بمرور الزمن، تطورت التطور العلمي والتقني ساعد أيضا على بلوغ الدولة مرحلة ما هي عليه الآن من تنظيم متطور، لأنه كل ما برزت حاجة معينة للبشر كل ما استطاع أن يخترع الآليات أو الأدوات التي تعينه على تنظيم نفسه. والدولة يشبهونها بالضبط مثل هذه الآليات، هي تكون مرافقة للتطور، مرافقة للتطور. كل ما تطور المجتمع خطوة كل ما تتطور الدولة أيضا بشكل متوازي، كمنظمة اجتماعية، كمنظمة اجتماعية. بالضبط، هاي ملاحظة جدا مهمة. والدول تختلف بعضها عن البعض الآخر حسب الظروف، الظروف التي تعيشها الدولة، التي يعيشها المجتمع أو التي يعيشها شعب ما، هي يعني تلعب دور مهم وحاسم في نوعية الدولة. ولذلك نشوف دول مختلفة، دول متقدمة، دول متأخرة، دول متوسطة، متوسطة التطور حسب البيئة. تلعب هنا العوامل التطور الاقتصادي، التطور الديانة أيضا تلعب دور، العوامل الروحية، العوامل كل شيء يلعب دور. وخصوصا أعتقد مستوى تطور الدولة الاقتصادي أيضا يلعب أحد الأدوار الحاسمة في تحديد نوع الدولة. هذه هي النظرية الأخيرة، نظرية التطور التاريخي، التطور التاريخي. هاي مجمل النظريات. أعتقد في المرة القادمة سنتناول معكم